بعد أن أثبت الرؤية قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني يتكلم عن حقيقة الرؤية فلا يحدها بحد، ولكن أمر هذه الحقيقة إلى الله عز وجل فهو الذي يعلمها ونحن لا نستطيع أن ندرك كنها وحقيقتها. ثم تفضل يقول وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. هذه عقيدة الإمام الطحاوي التي يلتقي فيها مع أهل السنة بصراحة متناهية، حيث أنه يجعل كل حديث صحيح دون فلسفة التفسير والقيد المتواتر، وإنما الحديث الصحيح كل ما جاء في الحديث الصحيح يجب الأخذ به والإيمان به وتصديق الرسول عليه السلام بما قاله، ومعناه أيضا على ما أراد يعني الله تبارك وتعالى، لا ندخل في ذلك متأولين كما فعلت المعتزلة بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، نقعد بقى نكيف كيف يرى لا كيف، كما قال مالك في الأثر المعروف عنه، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ما الذي يشتبه علينا في آية الرؤيا وحديث الرؤيا؟ كنه الرؤيا وحقيقة الرؤيا لا أصل الرؤيا، فأصل الرؤيا ليس من المتشابهات، وكذلك كل آيات وأحاديث الصفات اليد والرجل والنزول والمجيء كل هذه الصفات ليست من المتشابهات بل هي من المحكمات، لكن المتشابه منها هو حقيقتها وكيفيتها، هذه الحقيقة وهذه الكيفية هي التي تشتبه علينا فنردها إلى عالمه أو عالمه بها وهو الله تبارك وتعالى. لا كن رؤية الله أيضا سواء قلت كن رؤية الله أو المرئي وهو الله، يعني لا انفصال بينهما. من يطلق نصر الذين يقولون الله محدود وهو محدود قولكم فينا شكرا لكم هذا الشرف ما لحظة لكم نقف هنا صفحة 217 نعم أقول ما لحظة لكم